في خبار التعليم بتعيين الأخ الزميل زميل كفاح والسلاح سيادة الفريق كامل الوزيري وزيرا للنقش في جمهورية مصر العربية. الحقيقة طبعا ده أسلك صدورنا كلنا إن فريق كامل الوزيري يعني رجل المهام الصعبة ورجل قوة التحمل والأفكار الناجزة. أنا شخصيا تشرفت بالعمل معاه أثناء حفل قناة السويس الجديدة، وهو يعني كان سبب من أسباب نجاح قناة السويس الجديدة، وإحنا بنتشرف بيه إن هو وزير المال. لكن عايز أقول له إن المال يزحف يعني هو شريان حياة، شريان حياة الاقتصاد القومي المصري، ومحتاج دفعة كبيرة جدا في الفترة القادمة سواء في مجال النقل البحري كأسلوب تجاري مصر، احنا لا نملك أسلوب تجاري مصر، أو تطوير الرواجي المصرية في جميع الاتجاهات، أو تطوير القوانين اللي بتعمل بيها السفن أثناء دخول الرواجي المصري. يعني إن شاء الله يعني يكون على يد حضرتك في الفترة القادمة تطور منظومة النقل البحري في مصر، لأن يعني النقل البحري هو حين حياة الاقتصاد القومي المصري. احنا عندنا سواحل وعندنا مواني مترامية الأطراف في البحر الأبيض في البحر، مواني دي والمواني مطلوب تحديثها، لأن عدم تحديث المواني ده مع التطور اللي بيحصل في بناء السفن بيخلي المواني دي غير قابلة لاستقبال السفن العملاقة. إن شاء الله في خلال المدة الجاية وفي مخطط لتطوير المواني، ان زي ما قلت ان احنا بعض المواني تقدمت، واحنا بنحرق قناه سويس جديده كنا بنعمر القناه 24 متر جنيه، ان احنا كنا بنفكر في بناء السفن والتطوير اللي بيحصل في بناء السفن اثناء حرق قناه سويس جديده. عايزين نصل في وقت من الاوقات ان سفن العملاقه يقول ان هي ما تخشش قناه السويس، ان قناه السويس اعماقها لا تسمح. الرجال اللي عملنا حساب الحمد لله قناة السويس النهارده قادره على استقبال جميع السفن. احنا في الهيئه الاقتصاديه في قناة السويس اشتغلنا فن في جردوب، اشتغلنا في بحيره المنزله، اشتغلنا في مواني المنطقه الاقتصاديه اللي حضرتك شفت العين السكن دلوقتي بتتطور كشاشه وزي الحمد لله بقينا محوري رائع الشمال، ما سبناش فيها تقريبا الا لما نشتغل فيها، لان تطوير المواني هو تطوير للهيئه الاقتصاديه وزياده اعداد للهيئه الاقتصاديه. ان شاء الله نشمل